هذا الوالد ديالو ان شاء الله. مبروك عليك محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نهدي هذه الميداليه للشعب الجزائري، والحمد لله على كل حال طلعنا علم الجزائر في دوله كينيا في بطوله العالم، وهذا بفضل المدرب تاعي، بفضل المسؤولين اللي كانوا بوزارة والفيدراسيون وولايه بسكره، مسؤولي ولايه بسكره. الحمد لله على كل حال، وان شاء الله 2024 وعلى بطوله العالم باذن الله. شفنا تغريده للبطل الاولمبي توفيق مخلوفي، توفيق مخلوفي والله ربي يحفظه، بزاف ديما يعيط لي في التليفون، يهضر معايا، ينصحني، والله صافي بليزير كي يكون شامبيون كيما هكا، كل يوم يعيط لي، كل يوم ينصح، يهضر معايا، ربي يحفظه بزاف. محمد شفناك راحت لك على شعره ميداي دور. مش راحت لي، التدريبات اللي دربت عليها انه دقيقه 44 50 مع المدرب تاعي، تحت ما دربتش على هذيك تسمى. الحمد لله على كل حال التوقيت كان عالمي، وبفضل المدرب تاعي ربي يحفظه ان شاء الله. رقم قياسي الوطني كان عندي من قبل زعود بطيته ثلاث خطرات في العام. بالنسبه للاستقبال الاسطوري اليوم ربي يحفظهم ان شاء الله، والله صافي بليزير نقوم هنا تسمى، والله فرحت بزاف، وتحيه للجزائر وان شاء الله الافضل ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. احنا الميداليه هذه يعني هديه للشعب الجزائري، سيرتو بعد الالعاب نتاع طوكيو، فور دير كو مازال كاين الامل، مازال كاين الشباب، ومازال كاين عندنا مواعيد واحده اخرى رياضيه واحده اخرى نستدركوا فيها كل شيء اللي فات ان شاء الله. علي وازن نقدر نقولوا بلي محمد راه مشروع رياضي لازم نستثمروا فيها، نقولوا ان شاء الله باش يحقق الافضل. هو وكثير من امثاله ان شاء الله في المواعيد القادمه، خاصه العاب البحر الابيض المتوسط والالعاب الاولمبيه باري 2024 تعاود يعني تكون هناك اعاده بعث للرياضه الجزائريه من جديد ان شاء الله. شكرا. الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا راني فرحان خير من الناس الكل، يعني فيسك لاباط عجنت بصح ما كنتش وحدي، القصه كان فيها رجاله في الجزائر، سواء في بسكره ولا اونيفو هنا، المسؤول اللي راهم هنا يفو دير لا فيريتي. احنا المشروع هذا كان ربع سنين، رحنا الالعاب الاولمبيه درنا مرتبه ثانيه، سيتي لا بومير ميداي اللي راحت في الالعاب الاولمبيه الشبان هكا. ومن بعد بدينا ماشيين، رحنا لافريك كوت ديفوار درنا دوزيام بلاس، ومن بعد باقيه ماشيه، والناس يقول لك هاو صغير وتحرق الحكايه هذيك، ما تبعنا درنا ريكور دي موند في 600 متر في الفئه تاعو، ومن بعد ماشيه هاو قال لك لازم تدو لي جوز اولمبيك، ولازم حنا حاكين في بدايه العام مع لا فيدراسيون دي تي ام باللي عندنا سوبي اوبجيكتيف واحد، عنده بطوله العالم واحد ما يزربش، والحمد لله الحمد لله ما رحناش لجوز اولمبيك، ممكن مش على بي ربي شافيها خير، بس رحنا بطولة العالم، وتقريبا انا بالنسبه لي حاربنا صح، هو تكنيك ما هو خرج بكري، حنا الحكايه حنا متفاهمين على 60 متر الاخرى، بصح تيرمون لا بريسيون ابك بدير برومي تور ودوزيام تور وتروازيام تور في بطوله العالم في عقر دارهم في كينيا ماهيش حاجه سهله. وثاني ان 43 مستحيل، فينا مستحيل ان 43 نقبض هكا معليش، ايه ان 43 سي بصحته هذاك اللي هذاك، انا جو لو فيليسيت لا بروف، ولا بروف كيما قال لك مخلوفي كاين بزاف دي شامبيون، لي شامبيون هنا راهم يتبعوا فينا، ميم روديشا الا فيليسيتي ان 44 45 سي با دوني تو الموند، ولا ربحوا بها لي جوز اولمبيك، ربحوا بها الشامبيون دي موند. طموحاتكم للمستقبل، طموحاتنا توما يعاونونا توما، الناس كنت تعاوننا كلمه طيبه ضحكه هذاك رانا القدام، ومازال كاينه لاباط، انا نحكيك من قلبي داكور، هذا راهو جا من لاباط ومن هك. صحة مينيس.